لا تبدو خطط الحكومة في بيرو لرفع إجراءات الإغلاق تدريجياً مقنعة بالنسبة لأصحاب الأعمال التجارية الصغيرة المتضررين من تداعيات وباء كورونا على حياتهم وأعمالهم. أصحاب المحال والبقاليات الصغيرة أكبر المتضررين من أزمة كورونا في البلاد، فلا أحد يريد التسوق في مكان لا تتوفر فيه مسافة للتباعد الاجتماعي تحمي من الإصابة بكوفيد 19. لقد اضطررنا إلى الخروج إلى الشوارع لبيع منتجاتنا لأن الحجر الصحي استمر لفترة طويلة جدا. صحيح يجب أن نكون حذرين مع هذا الوباء، ولكن يتعين على حكومتنا أيضا التفكير في كيفية مساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة. صغار التجار يشتكون تكاليف الشروط الصحية التي تفرضها الحكومة عليهم من أجل إعادة فتح محالهم مرة أخرى. أكشك الأسواق التي فتحت أبوابها هي فقط تلك التي تبيع المنتجات الضرورية. لقد تكبدوا تكاليف باهظة بسبب طلبات البلديات لمعايير صحية جديدة قبل العودة إلى العمل. وتحتل بيرو المرتبة الثانية في الدول الأكثر تضرراً بالوباء في أمريكا اللاتينية من حيث الإصابات والوفيات بعد البرازيل، رغم أنها أعلنت حالة الطوارئ منذ منتصف شهر مارس آذار الماضي مباشرة بعد اكتشاف الحالات الأولى للمرض.